أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا الصباح الجميل، وصباح سعيد على العراقيين جميعا، وأمطار الخير والبركة، وشكرا لكم ولكادر قناة دجلة في الأنبار. اهلا وسهلا بك دكتور. اليوم يمكن موضوع التخطيط الاسري احنا نسمع بهذا المصطلح كثير، ولكن لو نجي نعرفه بطريقه علميه وطريقه صحيحه، شنو اللي نعنيه بالتخطيط الاسري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة التنظيم الأسري هو تنظيم شؤون الأسرة، سواء كان على المدى القصير أو على المدى البعيد. ويهتم هذا التنظيم وهذا التخطيط الأسري بشؤون الأسرة من الأب إلى الزوجة وإلى الأطفال، وإن كانت هنالك أسرة ممتدة اللي هي تمتد إلى الجد والجدة أو العمة أو الخالة والشركاء الذين يكونون في بيت واحد. يجب أن يكون هنالك فكرة لتنظيم شؤون حياتهم اليومية، أو على مدى سنة أو نصف سنة، أو على فصل دراسي إن كان هنالك طلبة ضمن داخل هذه الأسرة. نعم، طيب اليوم التخطيط الأسري هذا، يمكن احنا حلقتنا اليوم تحدثنا فيها بالسابق عن الأهداف للعام الجديد وما إلى ذلك، اليوم هل التخطيط الأسري يعتبر لازم يكون من ضمن الأهداف والقرارات اللي لازم نحققها في هذا العام الجديد بإذن الله؟ حقيقة الموضوع التنظيم الأسري كمصطلح وكورق مسجل غائب عن مجتمعاتنا العربية، ونتكلم عن المجتمع العراقي، لكن التنظيم الأسري هو موجود بحيث لا يشعر رب الأسرة أنه هو كيف يخطط لهذه الأسرة. ولا يمكن إطلاقا أن نربط موضوع التنظيم الأسري إلى بداية عام دراسي أو إلى بداية عام هجري أو إلى بداية عام ميلادي، ولكن دائما التنظيم الأسري والتخطيط الأسري يعتمد على أولا رب الأسرة هو صاحب العمل، وما هو الدخل المالي الذي يحققه من أجل أن يغطي هذه النفقات. ممكن تكون نفقات كاهل كبير جدا على الأسرة في شهر 12 وهو بداية نهاية عام ميلادي وبداية عام جديد، أو كذلك في قدوم شهر رمضان أو في بداية عام دراسي. إذن التخطيط الأسري يعتمد أولا على رأس المال، ومن ثم على التدبير بين الزوج والزوجة. نعم، طيب اليوم يمكن ذكرت حضرتك أنه التخطيط الأسري المسؤول عنه هو رب الأسرة واللي يكون صاحب العمل وما إلى ذلك، لكن هناك جدل ما بين أنه صاحب هذا التخطيط يكون الأم أم الأب، أم أنه المسؤولية مشتركة بينهم، فاليوم الأصح من اللي يكون والأجدر والأكفأ في التخطيط الأسري، هل الأم أم الأب، أم أنه هي مسؤولية مشتركة؟ حقيقة إذا تكلمنا عن الأسر العراقية وكيف يكون التخطيط لها، الأسر العراقية مقسمة إلى، خلينا نقول، إلى بعض الفئات. إذا كانت أسرة عراقية صاحب رب العمل له الأجر اليومي وذو الدخل المحدود، نعم، هذا لا يمكن إطلاقا أن يفكر بتخطيط لمدى أسبوع أو أسبوعين أو شهر، يعتمد على الأجر اليومي. وأنا أحيي هذه الأسر الكريمة لذوي الدخل المحدود من خلال هذا البرنامج الكريم. أما إذا كانت الأسرة لديها دخل شهري، كان يكون موظف، أستاذ جامعي، كان يكون في الشرطة، في القوات الأمنية البطلة، هذا راح يعتمد على مقدار الراتب من أجل أن يبدأ بالتخطيط لتغطية النفقات. وإذا ضربنا مثال بسيط، موضوع مثلاً نأخذ موظف راتبه 1,000,000 دينار، يبدأ أولاً بيفكر أجور الكهرباء، إيجور الإنترنت، إيجور الهاتف المحمول، ومن ثم المدارس إذا كانت لديه إيجور دراسية لمدارس خاصة، وأيضا علاجات، ومن ثم إذا كان إيجار، وإذا كان البيت ملك، وما هو الباقي من ذلك. الباقي ممكن يكون مقداره 100-150 ألف، ممكن أن يخرج أسرته في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر لمطعم أو لراحة أو لزيارة عائلة فقط. هذا تخطيط الأسرة العراقية البسيط. نعم. أما إذا قارنا تخطيط الأسرة مع المجتمعات الأخرى، هنالك فرق كبير يا سيدتي العزيزة. نعم، طيب اليوم يمكن العالم بشكل أجمع يمر بظروف، يعني احنا مرينا بفترة كورونا، بفترة مشاكل، يعني من كل النواحي، هل هذه الأمور الخارجية ممكن تأثر على تخطيطنا لداخل الأسرة بشكل أو بآخر؟
طبعاً أكيد. إحنا أنا أكثر من محطة فضائية تكلمت وطالبت عند حصول وضرب جائحة كورونا للمجتمعات العربية والعالم والمجتمع العراقي، طالبنا في أكثر من محطة وأكثر من لقاء ذوي الدخل المحدود يجب أن يكون لهم رعاية تامة وما يسمى بخطة الطوارئ، على الأقل يكون لديه مبلغ 10,000 15,000 دينار، هذه تسد نفقات رمق العيش اللي هي الماء والخبز فقط لا غير. نعم. إذن جائحة كورونا ضربت العالم، أثرت تأثيرا كبيرا اقتصاديا وقع على الأسرة العراقية والأسرة على مستوى العالم. إضافة لذلك هنا يجب أن نفكر جيدا بأن إدارة الأزمات مهمة على مستوى البلد وعلى مستوى الأسرة، لأن الأسرة هي المكون الأساسي في قضية النسيج الاجتماعي، والأسرة مهمة جدا، إذا صلح سائر هذه الأسرة وأصبحت تعيش في مأمن وفي بلد فيه أمان واستقرار اقتصادي يكون هنالك تماسك مجتمعي لهذا البلد ويصبح نموذج. نعم. طيب إذا كان هناك يمكن، وهذا الشيء وارد، يكون مرات هناك فجوة ما بين أفراد الأسرة أو عدم توافق بين الزوجين بشكل عام، شلون ممكن أن نحقق التخطيط الأسري بهذه الحالة؟ هنا إذا كان اختلاف منذ بداية الزواج، قضية الاختلاف ما بين الرجل والمرأة، وهذا أمر مشروع في الشريعة الإسلامية، وكما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن موضوع بداية تكوين الأسرة إذا كانت مشاكل جسيمة وقعت تصل إلى حد التفريق فهذا أمر يعني واقع بصراحة موجود في مجتمعاتنا. أما تكون الأسرة مرتبكة منذ البداية ويكون لديها أطفال، هنا راح يكون الإرباك كبير جدا يقع على المجتمع ويقع على الأسرة، وتصبح أسرة مفككة ومشتتة فكريا وذهنيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. أما إذا كان هنالك توافق وانسجام منذ التخطيط الأول كما تكلمت حضرتك في بداية البرنامج عن التخطيط الأسري، يجب أن اختيار الزوجة وقبول الزوجة بالزوج منذ البداية بدون مجاملة، بدون هذا التصنيع لديه كذا راتب ولديه قطعة أرض ولديه سيارة ويعمل وينتج، وبالنتيجة عندما يذهبون إلى القفص الذهبي بعد شهر شهرين تصبح الديون وتصبح المشاكل ولم يكن لديه كذا وكذا. هذه قضية يعني يجب أن يكون التناصح وإيضاح الحقائق منذ البداية الأولى لتكوين هذه الأسرة، لأنها جزء مهم من المجتمع سواء المجتمع العراقي أو المجتمعات الأخرى. نعم. طيب اليوم يعني لو ننطي خطوات واضحة لكل الأشخاص اللي يتابعونا عن الأساسيات أو الخطوات الضرورية اللي لازم نتبعها حتى نحقق تخطيط أسري ناجح. نعم. حقيقة الموضوع التخطيط الأسري كما قلت في بداية البرنامج هو غائب يعني على الورق، لكنه هو حاضر في الذهن لدى كل رب أسرة أنه نعم. كيف يخطط اليوم. أهم شيء عندنا في الأسرة العراقية هو سد الرمق اليومي. اليوم إيش يأكلون أطفالي وإيش راح يلبسون، وإجا فصل الشتاء وإجا فصل الصيف، وهذه أعتبرها أنا تلبية حاجات يومية، لكن هنالك حاجات أساسية أخرى منها العلوم والمعارف والرفاهية في التقنيات والرفاهية في العيش في مساكن عصرية جديدة. هذا من الذي يتحمل مسؤولية يا سيدتي العزيزة؟ ومن خلال هذا المنبر الكريم أنا أريد أجعل مقارنة بسيطة جدا. قبل قليل تكلمت مع أحد الأخوة المقيمين في بروكسل، أتكلم معه كيف يكون التعامل مع الأسرة التي لا تمتلك دخل، يكون لديها راتب شهري مجزي. اليوم إذا تكلمنا عن الرعاية الاجتماعية في بلدنا أعتقد 125-150 ألف لا تكفي لعائلة لا يوجد لديها عمل. هذا أمر مهم جدا، هنالك قوانين سنتها الدولة وشرعها البرلمان يجب أن تكون مجزية للواقع العراقي، لأننا نمر بظروف قاسية جدا. نعم. وهنالك متطلبات للأسرة العراقية اختلفت تماما قبل 15-20 عاما، يعني هنالك مدارس حكومية الآن مدارس أهلية، هنالك جامعات حكومية جامعات أهلية، إذا تكلمنا عن المستشفيات والأدوية والعلاجات فهذه كارثة كبيرة جدا. صحيح. اليوم احنا أتكلم لك عن محافظة الأنبار،
محافظة عادت من النزوح واستقرت الآن، لحد الآن لا يوجد مستشفى حكومي يستطيع أن يلبي حاجات المرضى ذوي الحالات الطارئة، لما يسمى الإمرجنسي، الحالات الطارئة، سواء كانت في القلب، في الدماغ، في أمراض نعم أخرى للأسف. حتى وإن كانت بسيطة على موضوع رفع مرارة أو ما شابه ذلك. إذن هذه مسؤولية، مسؤولية كبيرة تقع على الدولة في حال النظر لهذه الأسرة وتكوين الأسرة، لأن المجتمع عندما تكون الأسرة آمنة يكون المجتمع آمن، ونسعى إلى تحقيق أمن مجتمعي وأمن مستدام في البلد. نعم أكيد، شكرا جزيلا لك وشكرا لوجودك ويانا، وأكيد إن شاء الله كل الأشخاص اللي سمعونا اليوم يأخذون بالنصائح ويخططون لعام جديد يكون فيه يعني أهم الأهداف اللي تكون مفيدة بالنسبة للأسرة وحتى تجعلهم دائما بخير وسلام. شكرا جزيلا لك.